السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب عيسى عبد الأمير من مدرسة عالي الإعدادية البنين. اليوم سأشرح لكم النظام الشمسي، وهذا هو مجسمنا أنا وأصدقائي حسين زهير ومصطفى محمد للنظام الشمسي. نبدأ بالشمس وهي من أحر النجوم في مجرتنا، وهنا سنكمل على الطريق من إنشائه. وهذا هو عطارد، هو أقرب كوكب إلى الشمس. هذه هي الزهرة، هي من أحر الكواكب في نظامنا الشمسي. هذه هي الأرض، وهي الكوكب الوحيد بماء. وهذا هو القمر. نكمل إلى المريخ، وهو معروف لوجود الكثير من الحديد عليه. وهذا هو المشتري، وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. نكمل طريقنا إلى زحل، وهو لديه أكبر حلقة في نظامنا الشمسي. وهذا هو أورانوس، وهو لديه ثلاثة حلقات حوله. نختم بنبتون، وهو لديه فقط حلقتان. هذا المشروع كان بإشراف الأستاذ رجب فكري والأستاذ محمد أبو حسن.